إعلام أقوى الدول الديمقراطية والسلطة الثانية. أن الإعلام أولاً خبايا الأمور، كان صح أو خطأ، كاين مواطن تبقى يتبع وتبقى يميز ما بين الصح والخطأ، وين الصحافة دائماً تقول أن هي ذاك هو الماس اللي تجي باش تفش من تقول هي الصحافة، الصحافة خاصها تكون وخاصها تهضر، كل مسؤول خاصو يكون كشاف تواسع، خاصو يكون كيما تنقول دائماً منديل وزنبيل وقنديل، هذا هو المسؤول، شكون اللي غادي يمشي يدير دعوة قضائية للصحافة كيف ما كان، هذا غير مسؤول وما مربيش وما تعرفش من السياسة. اليوم بعد مرور سنة بالعمل الجماعي 8 مارس 19 مارس كانت انتخابات الرئاسة، لعبنا واحد المباراة نجح اللي نجح وسقط اللي سقط. السقوط لا يسمح لنا أننا نسمحوا في الساحة السياسية والاجتماعية ومشاكل المواطنين، لأن الإنسان لما ترشح ونجح كانت الأغلبية أو كان في المعارضة سيبقى ملتزم مع السكينة بالتواصل باللقاءات بالعناء بالمحبة بالأخوة، وخصوصا في مدينة فاس، لأن زمان قالوا فاس والكل في فاس، كل شيء كاين في فاس، صغير وكبير، المرأة ورجل، لأن فاس تدمج. الله يرحم الحسن التالي بعد إضراب 14 جانفير قال كلمة مشهورة: فاس تدمج. اللي دخل لفاس بحال اللي دخلنا احنا للعربية، فاس تدمج. هذه هي القوة المدينة. حتى شي واحد ما خلق تخسر مولاي كما تقول، اللي دوز اسبوع فاس خصو يصبح فقيه، ولا ما صبحش فقيه راه مولاي ادريس ما رضاش. تكون الامور واضحه، ولهذا حنا اليوم شنو المعنى وعلاش بغينا نديرو هذا اللقاء؟ هادشي اللي تقال كله راهو اخبار، دورات كيتدوزو المسائل وتيدوزو في اللايف، رغم ان الساكنه ما متبعاش دورات عبر اللايف، تلقى 140 200 400، لان الشعب هي قنط قوت الوعود الكاذبه، قوت انه ما كاينش اللي تيسول فيه من بعد الانتخابات، الناس صافي بلات، ولكن فروض علينا ما نعياوش وما نملوش ونبقاو صامدين الى بغينا القدره الشرعيه ديالنا تكون في المستقبل، نبقاو صامدين الى بغينا الحريه والكرامه ديالنا، نبقاو صامدين لان الصمود هو اللي تيوصلنا للحق ما دام ان الحق يبخل ولا يرضى. وباك والله ما نصبتيه والله لا خديتي حقك، باك وموت، تكون واضح شي ماشي ساهل، راه الحياه علمتنا هذا الشيء، لا بد من الانسان خصو يكون ملحاح، والله تيبغي العبد الملحاح. أن طلبت وما نطلبش وما نطلب، لين تحققت ولا ما تحققتش نبقى ملتزم بها. فاس هاد فاس بزاف الناس ساكنين فيها ما عارفينها شنو هي فاس. المغرب بلا فاس راه ماشي المغرب هكا، سجلوها عليا. فاس فيها تأسست الدولة المغربية، كنا قبائل متفرقة، وقبل كنا إمبراطورية شريفة، وإلا قلت كنا إمبراطورية شريفة راه ما تسمع من الهضرة والكلام، تتعيط لنا مهاجرة، لا تذهب، ما كاينش جاري ولا ما جاري، كاين الشعب ووحدة الشعب وتضامن الشعب هي القوة المغربية، ماشي جيراننا، حنا خصنا نكونوا قوة، باش تكون قوة خص الحكومة تعرف راسها أنها محاسبة من طرف الشعب، الآن كلشي تخبي على وراء الفيسبوك وتيهضر، ولا تلقيتيه في الزنقة تهضر تاكل في الفيسبوك تسلم عليه. البوليسي تقول لا 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 ما نعرف لا بخير، ما مخلص كرم، ما مخلص ضوء، ما مخلص النار، ما طلعت مورالي انا ما نقدرش نصرف عليها، ولا المره طلع الدم ومشات وقع بخير وفي امان الله ودافع لينا. شنو هي ودافع لينا؟ حنا في الشعب يكون تيدافع على راسه عباد الله، كل واحد انا وكل وحده الساكنه المغرب الساكنه الفاس مسؤوله، كل شيء مسؤول، البلدية جزء من
الرسالة كيفاش تمشي. بغينا من هذا اللقاء بعثوا منه رسالة، أولا طمأنة الساكنة أنه كاين اللي حارص على مشاكلهم ومصالحهم، كان في الأغلبية ولا كان في المعارضة ما تفرقوش، كل واحد فينا صيد الجن. وهذه المناسبة لهذا نشكر السيد الرئيس اللي يمكن هذا الإخوان والأخوات ممكننا باش نكونوا في هذا القاعدة، هذا يمكن نسميه انفتاح المعارضة، أنا معارضة بناءة. شكون مسؤول على السفر على الرئيس؟ هذا الجهد المنظومة شوف بلدية هادشي بدا بداية استقلال داو الانتخابات في الستين، والدستور الأول كان 62، 63 جات حالة الاستثناء اللي تحل فيها البرلمان من المعارضة والطلب، جات حالة الاستثناء بقينا حتى 75 مسيرة الخضراء، 76 خروج ظاهر ديال 30 جو تنبيه 76، لأن خصنا نتوحدوا لمصلحة الوحدة الترابية، وهذا كان الهاجس ديالنا كاملين. هاد الظاهرة ديال 76 جو تنبيه شنو المعنى ديالها؟ هو ذات فصل الصورة، كاين السلطة ديال المخزن اللي هو القائد الباشا والعامل والمقدم وهذا وزير الداخلية وما إلى ذلك والأمن والمسائل، وكاين السلطة ديال الشعب اللي هي المنتخبين مع كامل الأسف التعطير اللي ما كاين في داخل الحزب السياسية وداخل النقابات وداخل المجتمع المدني، ما بقاش محافظ على هاد القوة اللي عطاها الظاهر ديال 76 اللي هو القوة ديال الشعب راه في المنتخبين، وقوة المنتخبين في الشعب بقى واحد الانفصام عبر التاريخ. شات مراحل، جات مشاكل في 81 ديال الاحتجاجات ديال الأميرة في الدار البيضاء، جا بما يسمى البلدية اللي كانوا ولات مجموعة حضرية في الدار البيضاء، جات من بعد احتجاجات وجات 1990 أصبحنا حتى حنا مجموعة حضرية بقوانين جديدة، حتى نكونوا حفظنا القانون الجديد تيجي قانون واحد آخر، جا بما يسمى الربيع العربي عاود دخلنا في 113 قانون 113 14 2015. إذا الناس دخلت اللي فاتت شوية بشوية تنسيتو شوية الاختصاصات، مع أنه الكاريزما اللي خصها تكون الناس اللي خصهم يكونوا في المجالس خصهم يكونوا أولا عارفين هادشي وحافظينه ومقتنعين، وغادي يكون باش البلاد تزيد القدام ونستافدوا جميعا منتخبين سلطات بالأمن. خصنا كلنا نكونوا فاهمين، وكلنا خصنا مثلا عندي صوت ديال الشعب، 10 الناس صوتوا عليا خصو يكون قوي باش تنقوي داك الاصوات داك العشره، 10 ماشي 1000 ماشي 2000 ماشي 3000، هذا مهم هو الاعتزاز بالنفس. اذا البلديات اللي تنعرفوا كان البلديه عندها شخصيتها، شنو اللي باغي انا اليوم ما باغيش نقولوا الرئيس دار ولا دار دار صافي دار دار واللي مشى مشى، لان كل دخيل عنده واحد الهيبه من المسؤوليه، ماشي سهله الانتخابات ديال 8 جو تنبيه الاخوان. القوانين اللي جات اللي ولا الراجل جالس في دارو الصوت ديالو تيتحسب مشكل قاسم انتخابي، ماشي سهل. حتى التحالفات اللي جات ولا صوتي غنطردو في غنديرو غنفعل في المنتخبين، هذه عندهم واحد الوصايا بالنسبه لهم، كاين وزاره الداخليه ووصايا ديال المنسقين ووصايا كذا، هذا انت هي اللي خربقات الساحه السياسيه باش جاو جات هاد النماذج في البلديات. يمكن نقولوا حنا بالنسبه للدار البيضاء الرباط المدن المنتخبين ديالنا، يمكن نقولوا عندنا نخبه بعد الحق، عندنا نخبه. هاد النخبه شنو تخصها؟ تخص الرئيس يجلس ويراجع صوارو وعين الفرق كلها ويدير واحد يومين يغلقوا عليهم، شد عليهم يومين ما نجيبوا لا بيتزا ولا سوشي ولا كسكسو ولا حتى حاجه او الجوع، لان حنا بغينا المسؤولين وتناقشوا وخرجوا بقرار كيفية العمل في السنه الممكنه. هذا هو الهدف من اللقاء، ماشي نشوفوكم نشوفوكم في المكان، دوزوا الاحياء ديالكم نشتغلوا معاكم، كثرناها خصيصا في البلدية، ان المعارضه البناء اللي هو فريق المواطنه
بغى مصلحة ديال مدينة فاس. خصنا نتسحر مدير ديال
مسح الطوبوغرافي والمدير ديال المحافظة. أسبوع من بعد على التسوية الوضعية وكيفاش تسوي الوضعية، قلنا هذه أن لا الأمور رافضة الطريقة شوية ديال المدرسة التمرية. نزل المحافظ العام، محافظ العام ودار مذكرة باش يقول فيها بلغ إلى إيميل أن المدراء ديالو بجوج وقعوا واحد هذا وخلقوا الفتنة وداكشي، والفتنة هي البيطارية، الفتنة هي الأزمة، الفتنة هي الإنسان مقدر يعمل الطرف الأخر، زعما التسوية الوضعية هذا قانون، قانون، واللي شي واحد تيحكم على شي واحد أنه سوى وضعية راه ماشي معقول وماشي وطني، وطنية هي يمكنوا الناس بالرخص ديالهم باش يستبدلوا ويستبدلوا المواطنين ويستبدلوا المدينة. هذيك التسوية الوضعية في فاس للجميع تيكون ما بين 5000 حتى 7000 عمارة واقفة، دار الضريبة غتدخل الفلوس، اللي يكون دار ما يدخل، دار التشغيل غتدخل، البلدية غتدخل، الدولة غتدخل، يعني واحد التنمية ما عرفتش واش كاين شي لوبي في البلاد، شي لوبي اللي باغي يوقف الحركة ويجمع هذا الغرب، ما يمكنش. محافظ عام يضرب جوج المدراء ديالو، واش كان ناعس هو؟ واش ما ساكش الدار؟ واش كان شي دولة أخرى خارج المغرب؟ واش تتيقوا أنه بلغ إلى كلمة؟ هذا العبث، ولكن المقاولين ساكتين مع راساتهم داروا الطم كأن على رؤوسهم الطير. البرلمانيين ديالنا مع احتراماتي للأخت ريما هي حاضرة معنا سيكون هذا من الأولويات ديالو لهذا التشغيل كله. باقي الوالي لما تيكون عنده شي حاجة تيستدعي بعض أسماء البرلمان الولاية وبعض الأسماء ما تيستدعيهاش، هذا مزعج، هذا ماشي مزعج، هذا يمكن تضرر إلا الناس في تجربة تيستدعي ما تيستدعي البرلمانيين. شركة
التنمية المحلية النقل والشركة كاينة شنو تخص تحلها هذا هو بصراحة هذه عام ضيعنا عام قلنا الشركة كاينة وكاين دراسات مال الحق البلدية مضمون والحق الشركة مضمون نقدو هذه الشركة بعدا تبدا ودير الشركة اللي بغيتو كلشي فيكم عندكم قرار
جماعات الإخوان وقالوا الجماعات راه يعتبرون الجماعات، قال تعتبر الجماعات قاصرة، ما عندناش 18 عام، قاصرة تحت 18، وكان عندهم 9 سنين في المغرب، كاين وصاية لوزارة الداخلية والمالية، وصاية ما يمكنش ورقة تدوز بلا تكشيرة لوزارة الداخلية، ما يمكنش نهائيا. ثانيا خص حنا تكون عندنا المبادره، تبعتوا 2003 شو كان اللي مازال عاقل فاش جات وحده المدينه، باش نعاموس المعارك عاموس باش استطعنا في 2005 اننا نبداو في المشاريع ديالنا. فما تنقولش الاخوان ينافسوا والله يخرجوا شي معركه، الا تنقول لهم نقولوا كلمه واحده اللي فيها المصلحه ديال المدينه، اللي بغى يسافر يسافر، واللي بغى يطير يطير، واللي بغى يدير شي حاجه يديرها. كاين اتفاقيات اللي مع الجماعه لا تتسافر ولكن تجيب شي حاجه. النهار اللي كانت طوبيسات ديال التابعه الداخليه والوكاله وعجزات، راه جبنا 30 طوبيس بالمجان من الخارج، هذا ماشي مشكل. المكتبه ديالنا ربطناها مع المكتبات في ستراسبورغ ومع المكتبه في بارسلونا، ولا كل مقاطعه فيها جوج مكتبات، في الباب جيزي تلقى المكتبات مكتوبه خليناهم تما ديال القدم، مازال كاين اللي مازال الكراطه ديالو. علاش هو وقع؟ الحمد لله الطرقان 320 مليار ديال الطرقان اللي داروها المقاولات الكبرى اللي جاو لهنا، باب البحاره المقاولات اللي داروها، باب سيد العواد راه المقاولات اللي داروها، 30 قطار اللي خدينا من البلديه بما فيها المكتبه الكبرى الاهب ديالها 15 هكتار. هذه البلديه بصفر دينام اللي حنا جالسين فيها، دخلت اتفاقيه ديال منها الخيل اللي كانت تباع ب 4 مليار ونص ودخلنا به 80 مليار للبلديه. الا ما كانش البلديه تشتغل عقليه المقاوله راه ما كاين والو. هذا اللقاء الى كنتم متفقين، لان غادي يفشل النقاش، غادي يفشل النقاش، بقى نعطيكم كل واحد فاس شحال الميزانيه ديالو، شحال هاد الوصي علينا، شحال تيعطي للبلد. دابا على حسب الميزانيه الحاليه 600 درهم 700 درهم في العام لواحد فاس ساكنه في فاس في العام، كل واحد فيكم هنا كل وحده في الميزانيه ديال البلديه 700 درهم في العام، تنقول له غير 4000 درهم غير 5000 درهم في مليون حاليا، فشوفوا شي واحد يقول له ديال سميتو التليفون ديالو وشوفوا لنا الحساب، هي 1000 مليون درهم، 100 مليار، دابا تشوف 60 مليار، انت تخصم 100 مليار على 1000 على 4000 درهم فيها مليون، هي 100 مليار، ولكن 100 مليار يخرج منها الديون، يخرج منها داك المصاريف الطارئه، بعد على الاقل فاس تكون فاس. منين ما كاينش هذا الشيء؟ ومرات الطبيه ما تتخصمش بالعدل، تدي من حتى الحكومه اللي كتخرج للجماعات، هنا فين تيوقع الصداع. إذا كنا مجموعين ويد وحده وحنا يدنا مدوده، أنا كاين ضغط على المكتب وعلى الرئيس، كاين ضغوط، كتكونش على راسك. حنا مع الرئاسة مشغولين بلاص انتخابات بخيرها وشرها، لا على الله هو هذا، وهذه بلادنا ومن أجل بلادنا، من أجل الوطن، من أجل مدينتنا اللي هي مدينة مقدسة بعد مكة والمدينة القدس، حنا مادين يدينا ومن أجل السكينة. مجموعين ناضوا مجموعين شنو يوقع؟ العرض الوالدي شنو يوقع؟ وما لقيت راه 14 جوج جابر حنا شابات 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 دابا 70 عام الحمد لله هجري وميلادي 69 صار اي خلينا حنا نشوفوا هادشي ما يمكنش ما يمكنش ما شغلناش شكون الرئيس شكون النائب شكون هاد الهضره ما كاينش كاين ناس طيبين كاين ناس كذا ولكن دابا شكون تخص تخصمنا دوزات سنة خصها تتقدر خصها تمشي خصها
ملي تنشوفوا الموظفين ديال الجماعه، موظفين الجماعه اليوم راه الموضوع خرج، اللي عندها تشريبات عندها هذا، واللي مازال راه باغي يخرج. موظف راه هو كنز ديال البلد، كنز. خاص الانسان المواطن يدخل الاداره يشعر راسو انا داخل الدار، لان هذه دار الشعب. راه كاين دول ديمقراطيه اللي سميها دار الشعب ماشي بلديه. بلديه هذه الكلمه يمكن المصريه، بلديه تقديه ديال المصريين، ولكن هي الجماعه سميتها الجماعه او دار الشعب. الجماعه هي مجموعين جمعي الشمل ديالنا، ما مفرقعينش. اي نديرو ملاحظات نديروها بادب نديرو كذا، لان علاش هاد العنوان راه واضح معارض بنادا، راه ماشي سهل هاد العنوان، راه واضح. شنو غنواجهو؟ واجهو الظلم، الحقرة، الفقر اصاحبي، الفقر عدو، عدو الفقر، عدو ديال التنمية، عدو ديال الأمن الروحي ديال البلاد، الأمن الجسدي ديال الناس. تبقى حتى غادي في المدينه وكيله الضربه تبعكش ولا مشكل. هادشي ما تيحتاج دابا شحال؟ 5 مليون بعد الميزانيه، 5 مليون. والله نديرو لهم شي محل نديرو لهم تاهما بحال مثلا هذاك المستشفى الامريكي اللي راه دابا بدا يشتغل واللي خدمنا عليه سنوات، هو هذا وزاد السنين باش يبدا الاشغال ديال الحيوان. تصور من امريكا يجيو الناس ويديروا لهم مستشفى ديال الحيوانات وتبقى المعارضه، لا هذا لا يصير هذا الهضره حماقين، علاش الحمد لله ولكن ما خلينا مشينا تخلينا وقف على رجلين نطالب رفق بالحيوانات. حتى راه حيوان ديروا لهم شي رفقه نوضوا جلا كاين المعارضه اللي هذا تيقول لهم اخبار، راه شري انت من الدومين عباره
بقينا في الجيش اللي يقول لنا يشتروا بها السيارة، سمعنا ماذا قال؟ خلي بالك دايما زي ما قال زي البلدي أدرك هذا الكناس جار برنامج اللي توقع 25 نوفمبر 2005 على سيد إدريس الطن الله يصوروا لي أنا راجل خدم الصراحة هي كيف ما كان خدم لا قلت راح يصوروا ما راح يصوروا ما راح يصوروا شحال الأفكار في النمشة أنا راجل تاعها في سيدي كنا هذا الوقت كله كان 100 بلدي عام مش حاب يتفوت اذا تم تحويله الى 100 بلدي خاص باش يكون فيه لوطيلات يكون فيه ذاك البور في 40 قطار مشروع كبير للناس ومازال لوطيلات مازال ما مشاو لان لازم تجي حاجه اخرى تتم تصغير كله في كرسي حنا خدينا جوج تيتار الاولى دخل خلينا ديك الساعه المداخل ديالها 45 مليار راسو فاش كنا تنبيعو البلدية تتبيع 7000 درهم واللي تيشري رابح دابا يشريها ب 2000 درهم خاسر علاش من الإدارة من المنتخب من السلطة ما يمكنش شي مدينة في قاع العالم للعبارة أخرى حنا تنتفرجو فيها ما كايناش تحدى شي واحد يجيب في العالم ما كايناش اللي تسالي البلي ديالو مهندس راح بالتزام الشهر كيدخل الدول ما بالتليفون كلشي تيكون من اخر باش وصلوا الدول هذا الشيء اذا انا عطيتكم عرض الميزانيه ديال الدوله احنا وصلنا للبلدي الا ما كانش 200 مليار باش غتعوض راسك شي حاجه 200 مليار خاصك ديال كاين سوليسيون ولكن بهذا السوليسيون يمكن انا دابا اللي تفيد غنزيد نلقاو ديال الخدمه كاين ميزانية ديال دابا اليوم الديون ديالنا غادي ناخدو لقاء سبعة الديون فين وصلنا 4800 مليون دولار 48 مليون دولار أنا كنت ندير واحد الدرهم أول غادي نقول لكم تليفونات نقول لكم ديالها دولار مليار 140 مليار دولار غادي تجوز الاسعار غادي تجوز 4888 مليون دولار الفوائد 90 مليون فوائد ديال الدولار اذا 9 مليار دولار يعني 90 مليون درهم هذه الفوائد اللي تتخلص كل سنه قلنا هنا شنو بدا يشتغل في المداخل عندما يسمى هذا أراضي الجوب وأراضي الكيش أراضي ديال الأوقاف أراضي عندنا 15 مليون هكتار ديال الأراضي 15 كان يقول لك في الجمعية هنا هي المغرب كله 15 إلا شي واحد عنده تليفون مزيان يحسب معايا يطوع شي واحد كان في واحد عنده تليفون كنت ثلاثة من واحد لا صح شوف غير مليون قطار 15 مليون قطار غير 15 نضربوها في 10000 قطار فيها 10000 مليون 10000 مليون نضربها في 10 ديال الدولار هي 100 درهم دابا في الوطن ديالنا قطر هذاك 200 درهم 10 خلص ما يخلصش 500000 درهم وبالي فاس اي شقاء حاليا هي 100 مليار دولار خلصوا الدين وتبقى لنا شي لاخر في العالم ومنين نخلصوا الدين لان يعني المشكل البريطاني اليوم شنو هو هو صندوق النقد الدولي تنعي التوظيفات هكذا الحكومه خصها تشرح للناس تبقى شي تيكبوا علينا انا ما غنزيدو 2050 وكل عملية دخلنا هاد 100 مليار دولار اللي انت ديرها غير بالسنتيم راه خصك ما عرفتي شنو هذا الشيء ولكن الكريدي الخارجي كاين بالدولار حنا غندخلو 100 مليار دولار يعني دخل هاد العام عامين ثلاث سنين كاع وكاين اللي دابا هاد العام دخل الى الميزانية كانت فيها الموازنة ما
الميزانيات وتنزيلوا الكريدي بكريدي. من بين خلاص الحكومه يعرف الناس على جوج على ثلاثه على واحد، هذا هي غالبيه الغالبيه في غالب في الحي. يعني حنا اليوم تنعذبوا ولادنا ودابا ولينا تنعذبوا حوايجنا، كيف غادي يعيشوا مع هذا الدنيا؟ كاين الامكانيات، كاين اللي تياخذ 200 قطار تيكريها ب 2000 درهم من القطار. علاش سميتو كذا وانا سميتي ما نعرف علاش؟ وكاين لي 1000 قطار يخلص اخويا تاعو، كلشي وعندو بالفلوس اخويا. اي شيء حتى هو زي قطار يكريوها المجتمع الرمزي ويجي البرنامج هذا الاخضر ولا الازرق ولا شو سماها ويصبوا له الخل ويديروا له الزيتون ويديروا له الكوتاكوت ويديروا له كل شيء والافوكا وداكشي اللي ما تياكلهاش الشعب ما تعرفهاش فين. هذا هو المشكل. ولكن شنو غادي يسمعك شنو هذا ما عادش شنو تيطلب جمله بحال اللي درنا في الاراضي الان اللي وحدات فاس هي الاراضي ديال سميتو الجمعيات ولا سميتها لا التعاونيات التعاونيات الفلاحيه راه وحدات فاس هادشي اللي تنشوف طرف هاد الشطرات كل الاراضي بحال المشكل بجمله جملة. دابا البيع والشراء كاين في الأراضي كاين، كاين مستثمرين تما ولكن راه كله في المحاكم. عرفوا أن راه كله في المحاكم، وزارة الداخلية داعية الناس كله، حتمت عليهم ديال جملة، هذاك عداوي الحقوق راه تخلص، ويعطي الدولة رزقها، وندخلوا ميزانيتنا، نخلصوا بها النص ولا الثلث ولا ديال الكريدية ديالنا، نقصوا علينا داك الشيء في الشهر في ليزانتيري. وغادي نوظفوا الناس دابا والمعلم والاستاذ والطبيب الموظفين غيصبح وظيفه نبويه بحكم القانون هذا هو الطب ديالنا هذا هو الطب ديالنا وهذا الشباب الدكتوره ديالو بالاجازه ديالو مسكين بالماستر كانت في الزنقه كانت توظف لان احنا عدد الموظفين ديالنا قل من تونس اللي عندها 12 مليون احنا 36 قل انا قل منهم يمكن تساوي ولا قبل المواطن يقول ما يمكنش ومخدمين الناس بالانعاش ودابا جابوا لنا هذا طلعت الحكومه اللي قالت لك يزيد 2500 موظف عاود جاب لنا الاوراش جا الراجل بالدكتوراه ديالو يخدم 4 شهور يمشي السباق يمشي يدير عاود يمشي بحال هذا الاوراش باش يقول له الصندوق الدولي احنا عندنا عدد 26 يعني ولا 250 وما كاين 250 دولار اللي راه دارو تيتخلص داكشي بحال داكشي ديال الدعم ديال الدعم اللي تيتهضر الفقراء والكات كاتو اللي كاري الناس يحط الدعم والمسكين كري ما تيحطوش ماشي شفتو في المواقع شفتو دابا باش نطلبو من هاد الحكومة التزام صافي جملة جملة ما كاينش كثر جملة غتغير البلاد ويولي الرفاهية ويولي الازدهار درهم هذا اللي هي اللي بالي دارو ما يخلص معايا الشقق ولا كل طيب ولا انا عندنا ما يخلص 1000 درهم هذا اللي هي درهم شنو ما درت 500 درهم صافي المغرب ولا من احسن الدول اللي كاينه في العالم ولهذا الاخوان احنا غادي ندخلوا النقاش احنا نهار لان ملي تنقولوا الدورات خصها اليوم نهار الدوره المقبله تمشي علينا نظره ممتازة على المستوى الوطني أن احنا مدينة نائبة وحدة أول مدينة اللي تأسست فيها الدولة المغربية وحدة المدينة اللي صدرات العلوم جامعة القرويين راه أقدم جامعة في الكون ما كاينة لا في أمريكا ولا في روسيا ولا في الإنجليز ولا في فرنسا كاينة في فرنسا حيوان ولا سولتي الأستاذ فاس يقول لك فرنسا قرويين فيها 125 فضل 125 كما كانت اللغات 125 تخصص هذا هي القوة المغرب راه السلاطين المغرب قالوا هما اللي تيقدروا يصالحوا الملك ديال فرنسا مع اسبانيا وخا كانوا
الإنسان. الله يرحم سيدي عبد الهادي التازي، مؤرخ، حافظ تعالى في البلاد، وعارف تعالى شنو هو.